من ايش؟ من العنب والموز والحومه اللي ما تخلطها مع بعض. انت يا ابو عمر ولد تبر الصحه قويه. دقيقه تبر الصحه قويه. ايه الفواكه النبع عرب ويرزقك الله. اسالك بالله. ايه والله انت تكيت يا ابو عمر تصحى على فتوش تبوله مدري ايش حركات. والله انصدمت هنا. انصدمت عيشتك هنا يعني تخيل انك تصحى على مفطر. امي دقت علي قال لي بطل كذب. كويس كويس يا ابو عمر اللي جاك بس كذا. والله العظيم كويس ما فقدت العقل ما فقدت الذاكره. بس اجى الحين هو بعقب. انت معانا الحين تعرف احنا مين؟ ولا بس تصور؟ ايش مشكلة؟ ايش مشكلة؟ انا ابو عمر تبغى ابيات؟ ايه صبح صباح الخير من ما يتكلم ولما غنى الطير فعلنا وسلم. صبح صباح الخير من غير ما يتكلم ولما غنى الطير فعلنا وسلم. صبح صباح. وين الشعر؟ والله قلت له هات لي قصيدة. سلام مرحبا. لونك ابو اميره من العايدين. يلا حيهم كيف الحال؟ طيبين. هذا الرجال اكيد واحد في تبوك. ما شاء الله تكفى خلي مذكر الله. لا ذاكرين الله ما شاء الله يعني شيء غير طبيعي. قولوا ما شاء الله. تبى موديل تبى يعرض لك اشياء تخص البشره موديل شيء صابون تايز. لا تايز حق الملابس. يقول من العايدين العايدين ويغسل بشرته بتايه. يلا شوفتكم عيد. كل عام وانتم بخير وانتم بصحة وسلامة. قبل الله منا منك من الجميع. عساكم من عواد. الله يجزاك خير. تفضل. يلا حي. ضحيت ولا باقي؟ لا باقي اسبوع. هذا المنتج شخصيا والله استخدمه والوالد يستخدمه وياكل الفول معه والحمص معه وحتى يدهن. بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد الله صباحكم بكل خير يا جماعة الخير. النور والسرور يا ابو عمر. سامحنا سامحنا على الحضرميه اللي بغى يزوج نص ربعه. نص ربعي ما هم صاملين. انا يوم عرفت انهم ما هم صاملين بديت افتح الكتاب. انت ابو منيف صامل؟ انت مقدام. بالنسبه لي صامل. كفو. صامل؟ صامل. داعس؟ داعس. ولا عليك كفاحه؟ مره. كم بقي خانه مفتوحه؟ صور يا منيف. خانتين؟ نعم. منيف وينه؟ نفسي في المانجا اللي في الصحن اللي هناك. الله يسود وجه العدو. والله تقدر تطلع لا تفضحنا في الريق. المانجا طعمه فضحت بدل طازجه. يا رجال لي فتره ما اكلت المانجا. يا ابتلي لك من سوق الخضار عشا. دام جاك لين عندك وش ردك يا اخي؟ فضحتنا بني عطيه في سلوم وعادات وتقاليد لا تضيعها. سلوم وعادات وتقاليد بطني ايش دخلها في سلوم عادات؟ اي بطني بتاكموها انا. اسمع ترى بني عطيه بيركبونك الحق. وانت بكيفك من وين لك 10 خرفان تعشر رجال؟ تعال دقيقه. ربعي ما يركبوني في حد. هذول ربعي. والحضاري وين راح؟ الان هنا ربعي. انت تلعب على حبلين؟ لا شوف لا كنت شوف دائما الاكرمين هم ربع العالمين. الحضرمي اللي ما يبلش فمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف هسه في تراثيات. طيب وش صار على السناب هذا؟